طبعا اكبر تحدي عندنا من جهة الحرب ضد الوباء ضد الكورونا، ايضا بنفس الوقت الوضع الاقتصادي اللي صعب على الاردن لكن صعب على كل دول العالم. كل ما نحن بنقدر نسيطر على الفيروس، كل ما على الكورونا بتعطينا المجال انه نحن نفتح بلدنا اقتصاديا. نحن مقبلين على الاستحقاق الدستوري والانتخابات النيابية ببطء قريب جداً.